فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أن من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه؟ وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟ أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد، والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. نعم.